السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى على النبي، زيد النبي صلى. النهاردة سمك يا عم الحاج مقلي، سمك مقلي، خلي بالكم بقى معايا، ومعاه فراخ، ده اسمه أكل ميكس أهو. شايف؟ شايف يا عم الحاج؟ الصلاة على النبي كده. وهنا سلطة بنجر، وهنا في شوربة، شوربة اللسان عصفور، حاجة عظمة كده. من هبدأ بيها اللسان العصفور ديت. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. وفي رز، رز بقى ايه كده يا جماعه، على الاول ونبدا بقى كده اهوت. شوفوا بقى، مش عارف بقى صحيح لهشون هتوريكوا الحته دي. نبقى على طول بقى، يا سلام يا سلام يا سلام على حبيبتي بوكي. شوفوا حاجة يا عم، دي أكل اسمه أكل يرم العظم. أنا بكون بقى طالع كده من مسافر في كده ومجاي ومتبهدل بقى، وأمي تقعد إيه تدلعه. هو ده أكل الإيه اللي يرم العظم، أكل الدلع. الله يرحمك يا أمي. اي أيوة والله. طب انا هقول لكم حاجه قبل ما اكل الصوص ده. وانا في الجيش كنت اقعد هناك 6 ايام واجي 9 ايام اجازه، يعني اقعد اروح سبت وحد واثنين وثلاث واربع، وخلص الخميس كل يوم انزل مبيت، وكنت مندوب بريد، واروح بقى ايه واقعد اجازه من الخميس السبت لحد الاثنين ثلاث الاربع الخميس الجمعه السبت، اروح السبت. الاسبوع اللي انا مش موجود فيه ده اي حاجه امي حلوه تعملها امي في البيت تعلي منها. فاحيانا انا ما كنتش باكل بقى السمك، كلته وانا في الجيب. احيانا كنت الاقي اكل كده بالشكل ده وبس، مش اول مره اعمل اكل كده يعني. كنت بعرف ايه الغالي. اي أيوة والله الام بتموت اصبح يتيم. اه انا كنت محتاج اكل يغم العظم كده. والله انت خد ليك يا قلبي، ليك انت اديت سعيد انا اديت ليك. عالمي. وبعدين الاكل ملخبط معايا. انا هقول لكم كل امانه وصدق، احلى ايه في الطعم، انا هاكل السمك الوقت دي، وتبقى دي فيديو هل ناكل السمك على طول ولا الفراخ على طول. كل حاجه ولها طعم. اولا ريحتها مسك،
ايوه حياه المسك مسك اهو صلاه على النبي. مسك مسك يا عم الحاج. اي والله والسلطه اللي بالبنجر دي طعمها حلو. ايوه حاجه جميله قوي. اللهم صل على النبي. انا مبسوط من الاكله دي. مبسوط من الاكل ده قوي. قالوا لي الصوت والتصوير عامل ايه؟ نخش بقى على السمكه ونصلي على النبي. الفرقه دي 3 كيلو ونص. الورك بتاعها ده من فرقه 3 كيلو ونص. عشان تبقى فاهم برضه خليك معايا. ده يعتبر نص اللي هو مش والسمكه مش السمكه دي تيجي كيلو الا مثلا 300 جرام. 700 جرام يعني هي دي 700 جرام. ونبدا بقى كده في السمكه بقى ونصلي على النبي. نهو بقى شفت السمكه شوربه. الله ده غالي غالي ايه والله العظيم اكل غالي. ما تحطش ليمون على لي. حط في قلبها الليمون. انا فاضي اهي. الليمون ده الجو هيغير من بعضه فالناس هتحب تشرب الشوربه بقى. اللهم صل على النبي. يا شيخ احنا زهقنا من الحر يا ام سعيد. عم الحاج مشي بقى مشي بقى يا صيف. طب ما هيجي الشتا برضه تقول له ساعة. لا 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 والله ساعة. لا 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 ده امير ده الاكل بتاع زمان. يعني انت هتقول على الاكل ده اكل زمان؟ ما قلت له كنت بقى في الجيش الاسبوع اللي انا قاعده في الجيش امي كل يوم اي تعمل مثلا بط عندي كومي في البط سيبوا حبيب امي يا اولاد وتعين في الفريزر اللي يجي يعني. كانت وتقوم طلعها بقى كل حاجه. كانت بتعمل الزينب برضه. دي زينب اخر العنقود. والله خير كتير يا جماعه يعني عايز اقول لك. اخت معنون خضر. اخت معنون خضر. لا دم زينب اخر لا لا مفيش زي بصوا. مفيش ده حد. كانت بتعمل لهم البيض. مفيش حد زيهم ابدا يا جماعه والله. والله العظيم والله العظيم انا واخويا الحمد لله مبسوطين يعني مستورين. كلهم. الغاله دي بقول لكم من يوم ما مشت امي والغاله قام جاي والبركه مشت. هي كانت بركه. هي بركه يا عام. اه والله ويا ويله اللي ما يعرفش قيمه امه وابوه دي. نشتغل بقى في السمكه الحلوه دي والصلاه على النبي عشان ما نضيعش الوقت كده اهو. قال لي بقى عاوز على السمك يا سلام يا سلام. انا حاطه ليمون عشان تعصر. صل على النبي بس يا ام سهيله كده. صل على النبي في قلبك. اللهم صل على النبي اهو. نجيب بقى حاجه. الله يسترك. حاجه بقى ايه؟ فوق الوصف يا عم الحاج اهو. يا سلام يا سلام. دي اسمها ايه؟ دي نعم ربنا. الفراخ لها شخصية وطعم والسمك له شخصية وطعم. اي والله خلي بالكم عشان قلت لكم اقارن لا انا حابب السمك. يعني الفراخ كانت روعة وانا قلت لكم انها روعة بس السمك مليون روعة بس. طب شوربة الفراخ. طيب. مقارنة يعني. لا 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 حاجة ايه اهو بسيب فيها حاجة صلاة على النبي. السمك المشوي ده كله ما باكلوش بينرفزني يعني بسيب نص السمك ولا ده تبع اهو. وما بقى شوف لا 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 السمك المقلي للاستاذ المحترم اخويا اللي كان بيقول لي ان انا الاكل الزفر. يا عم كل سمك مقلي. قلي السمك بيشيل الزفره بنسبه كبيره يعني. مش كده مش كده؟ اه والله. كده مش سعيده؟ واللي عاوز بقى يعمل نظام التليفونات بتاعت سعيده انا قايل لكم عليها قبل كده كلموها على الواتس اتفق معاها الله تعمل لكم خصم كبير يعني ان شاء الله. انا قايل لكم. حلو انت بص. الاكل ده مزاج يا سعيد. ايوه. ها. ان شاء الله. يا سلام. شوف بقى.
يعني انا بكره بحب السمكه مشويه خالص. العافيه بحبها اكلها. وبقوم يومها جعان ياكل من السيره كده وقوم رامي البلد. وحبيب اخوه اللي كان زعلان وبيقول ان انا يعني مش الاكل بالايد مش حلو ومش عايز اقول الكلام تاني، يا عم انا مش زعلان منك، قول اللي انت عاوزه، قول اللي انت عاوزه. على فكره في حاجه، لو انت ما اكلتش بايدك ونصرت سمكه زي ما تحسش انت كالي. اكل ازاي؟ يجيلي زي واحده كده رفيعه كده بتيجي في الفيسبوك بتقول اتكيت إيه؟ اكل البطيخ، اتكيت اكل مش عارف ايه، محدش بيشوفها اصلا. اميره شيبان. انا عايز اقول اسماء بقى. يا حاجة الله يسترك. هو أهم إيه؟ أهم حاجة في الموضوع. ربنا خلقنا كده بنعرف، ربنا معلمنا ناكل إزاي. لا أهم حاجة في الموضوع. العيل وهو صغير كده عارف إن هو هيشرب من اللبن بتاع أمه. لا أهم حاجة في الموضوع. سبحان الله بالفطرة. إن أنت في الآخر النظافة. أنت تعمل أكل نظيف. وأهم حاجة ناكل بالفطرة يا مصطفى. تغسل إيدك. ما نقعدش نتعود. نتعود ليه؟ كده يعني. بس بعد ما خلاص اكل. بس بعد ما خلاص اكل. تقوم عامله كده الصبع؟ انا اعرف ناس. تقول الحمد لله. يروحوا مثلا فرح؟ لا مش عارفه. ايه يا عم؟ انا نفسي لما باجي رايح اي فرح لازم اتغدى. لا انت كويس قبل ما اروح. لا انت رحت فرح مره والناس حاطه في الاكل. حتى في الاكل انت اللي قعدت تعزم عليها. اه والله. فاكر الفرح ده؟ اه. وتفرق الاكل. وبايدك كده. وتفرق الاكل بايدك كده وناس غرب اللي كانوا قاعدين معانا على الترابيزه. كانوا ناس غرب ما نعرفهمش. فاكر؟ كان يوم اكلي كان فظيع. شايف جينا نقول يوم يوم ثاني يوم. عندنا ميت. الله اللهم صل على النبي. سبحان الله. جينا الساعه 6 لقينا ميت. شوف يا حبيب اخوك. نعم يا يحيى. رغم تاكل بايدك وبتكتب في التعليقات. ان انا كنت بايدك عشان خاطرك يا عم جلال او يا اخويا يا جلال. اهو. عم يحيى وانا هناك. انا هناك. كان بيقول لي احنا قاعدين بنتفاجئ. كلام محاسن. هو ايه ده؟ رعب. بس انا فاكره اليوم ده الناس اللي كانوا قاعدين معانا مكسوفين زي ما بقول لك. عايزكم تقولوا لي رايكم ايه في الفيديو ده؟ احنا خدنا عليهم. فهو قال لهم يا جماعه خلوا البساط احمد وقعد يفرق عليهم الاكل. كان يومها محشي. لا سائلة كان محشي كوسه ومحشي بصل. ما في الافراح. انت عارفه ان ده الفرح الوحيد اللي انا اكلت فيه؟ وام علي وجاتوه. ده في الافراح الكبيره بيبقى فيها اوبن بوفيه بقى. ده هو كان اوبن بوفيه. بيبقى فيها سمك برضه وفراخ ولحمه وكل حاجه. بيجيبوا سوشي دلوقتي. واكل غزال. كان بيجيبوا سوشي. كان يومها فرح حلو. بجد الفرح اللي ما فيهوش اكل ده يقرف سوري يعني. اللهم صل على النبي. ده وحش يعني؟ والله بجد. بيعملوا جاتوه فرهضه الناس بتبقى مسافره. ما هو الفرح اللي احنا كنا ازاي ما يبقاش في اكل؟ ما هو كان في اسكندريه كان احنا على سفر. شوف الجمال. يا سلام حبيب. يعني الناس دلوقتي بقت بتعتمد على الاكل اللي في الحلة. ايه رايك في البنجر لما تضاف على السلطه؟ هو حلو بس هو فين البنجر بس عشان مش شايفاه. هو اللي حمره كده. انا صعبت. هو حلو قوي. جميل يا سعيد. البنجر فيه حديد للناس اللي عندهم انيميا. حديد؟ ده احنا كلنا ام الانام. هتقولي على طول لو سمحتي. انا ما كنتش عارف انه عندنا اصلا. انا كنت مخزناه حبه في الفريزر بس كان مش كبيره صغيره. ما عرفتش ابشرها قوي. كانت البنجره ناعمه كده. حلو قوي. برار اول امبارح كانت دايبه عشان عندها حديد. وبحطوه عندها انيميا. على فكره بخللوه وحطوه على العصير يا سعيد. شوفوا. ودفعه على العصير. شوفوا يا جماعه. والله حطوه على العصير. هو حلو. ما سيبش حاجه انا في السمك. وبدخل في اكل كتير. انما المشويه خليها لصاحبها يا عم. اهو. عم صل على النبي. حاجه جميل. صل على النبي يا عم الحاج. عندك مفتوح كده حلو جميل. يعني ربنا السلطه دي. انا بقول لك حلو. انا دوت منها معلقه كده قبل ما احط الاكل. ده يعتبر فيديو تحدي يا جماعه. اكبر كميه سمك واكبر كميه فراخ والله العظيم. هي فيها جزر بس الجزر لون. بصوا لو في وقت لو في وقت انا هكمل دول دلوقتي. لو في وقت مش هقفل الفيديو بس طبعا لاني عشان ما اطولش عليكم اشوفكم بخير ولا اكمل انا بقى اكتب بعد كده. وعاوز اقول لكم على تعملوا اللايكات والبث غالبا يا جماعه هيبقى الساعه 6. انا ما جاليش حب من الساعه 11 دي
ما حبتهاش. يا استاذ محمد يا محمود جاي نفسك احب اخوك عشان ايه كده يعني ان شاء الله، وربنا يسهل لما نشوف التوقيت الشتوي لما يجي وناكل سمك مقلي وسمك مشوي. السلام عليكم.